امسك اي فرقه بس معلش يا كابتن واخسر ماتشين وتعادل ماتشين. لا ما انا هقول لا هقول لحضرتك اي فرقه. طب ناخد الكابتن محمد عوده. كابتن محمد عوده مدير الفني نادي المقاولين، اهلا بيك يا كابتن محمد. كابتن ميدو حبيبي ربنا يخليك كابتن، وتحياتي للكابتن ديار كمين. احنا زعلانين على اللي احنا سمعناه يعني، احنا بصرف النظر عن النتيجه بصرف النظر عن النتيجه كابتن محمد احنا زعلانين، والكابتن ديار لسه بيقول القرار ده فعلا انت خدته ولا ده كلام اشاعات؟ والله كابتن ميدو القرار ده انا واخده قبل الماتش، انا جنبه بس اللي يعرف الكلام ده الجهاز الفني بس اجتمعت بيه وقلت له لو حصل حاجه النهارده قلت مش هكمل تاني مع الفرقه، لان يا كابتن ميدو انت عارف الكوره لما بتديك ظهرها وتقف خلاص. الحمد لله انا راضي بكل الرضا على السنتين ونص اللي كملتهم في نادي المقاولين عرب كمدير فني. النهارده انا جايب 25 بونت من الدور الاولاني، يمكن الفرقه اللي لسه عندها امل عندها 25 بونت دلوقتي، فانا الحمد لله الفرقه قاعده من بدري. انما ده مش طموحي يا كابتن ميدو، مش طموحي خالص، طموحي وعامل فرقه كويسه تعبت معاهم يعني، كان لازم الفرقه دي تبقى في المربع الذهبي تمام السنه دي. الحاجه الوحيده اللي كانت ممكن تعوضني كان كاس مصر، وانا النهارده خرجت منه، فملهاش لازمه خالص ان اكمل مع الفرقه. بشيل اللي احرجنا على مركز اداره، قدمت الدلت النهارده رسمي ولا راجعه فيها يعني، ده قرار نهائي بالنسبه لي. ان شاء الله ناقص ثلاث ماتشات، اي حد يجي معاه فرقه محترمه واقفه على رجليها. وخليك فاكر يا كابتن ميدو وكابتن ديار وكابتن قدام، اي حد هيجي هيكسب الثلاث ماتشات الاجين اللي انا الحمد لله الفرقه واقفه على كده، فرقه كويسه. ان السنه دي انا مش محظوظ، انا كل الدور الثاني كل هجمه تيجي عليا ممكن يجي في الماتش كله هجمتين بيجوا عليا بيجوا اهداف، عمال اضيع كتير، فهي واقفه في الدور الثاني. بحمد ربنا على الفتره اللي فاتت دي والحمد لله على كل شيء. طيب انا سبتك تتكلم، تعال نتكلم مع بعض يا كابتن محمد. انت عارف يعني انا علاقتي الشخصيه بيك قبل الاعلام والكلام ده. طبعا يا كابتن. يعني ليه الكوره هتقف معاك لسه؟ هتقف معاك مره واثنين وثلاثه؟ لسه احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه قدامك ما شاء الله العمر كله. يعني فريق انت كونته وعملت فرقه حلوه والبدايات كانت جميله جدا والدور الاول كنت ماشي جميل جدا، ايه المشكله ان هي وقفت معاك دور؟ يعني ايه المشكله؟ دي نقط كتير عارف، مش محظوظ الدور الثاني. وكمان عايز انا اسف ان انا اقطعك، بس كمان المهندس محمد عادل بيدعمك وبيحبك، وكمان غير ان هو بيحبك عشان انت بتشتغل وعامل حاجه كويسه. فيعني الحمد لله. يعني ليه الاصرار على القرار؟ يعني ليه الاصرار على القرار؟ لسه ياما هنقع يا كابتن محمد، وهنقف وهننفض هدومنا وهنرجع نقف نقعد ثاني. ده جوارديولا نفسه بيقع وبيقوم ثاني. مورينيو عارف اقول لك حاجه يا كابتن، صدقني لو انا في اي نادي ثاني كنت ممكن اكمل الثلاث ماتشات دول وامشي بعد الثلاث ماتشات، انما انت عارف ده انا ابن النادي، انا بشيل من عنهم اي احراج ان هم اي حد يجي يكمل. وانا شايف انا لو القرار ده محتاج ان انا اقعد الثلاث ماتشات ما كنتش قدمت التالتي، انما انا شايف ده في مصلحه النادي، لان هي وقفت يا كابتن ميدو، وقفت خلاص، وقفت صدقني مش هعرف اكسب الفتره الجايه. فانا احسن حاجه دي في حاجات كتير يعني، غير انها واقفه في حاجات. النهارده انا نص الملعب الاربعه اللي بلعب بيهم مصابين، النهارده ابراهيم صلاح، النهارده رامي عادل، اسلام فؤاد، سوسته، الاربعه مصابين، ومع ذلك الحمد لله ماسكين الماتش بالروح، بنضيع يعني الحمد لله بنحمد ربنا على الفتره دي. وانا فعلا ده قرار كويس لمجلس الاداره، لان فعلا حتى لو حد هيجي عشان يكمل السنه الجايه لازم يخش الثلاث ماتشات دلوقتي يشوف يتعرف على الفرقه ويبدا، والحمد لله وخلاص يعني الحمد لله ده قرار راجع فيها الحمد لله. طيب انا كابتن ضياء عبد الصمد هيكلمك وانا هرجع اكلمك تاني يا كابتن محمد. يا عوده مساء الفل يا عوده حبيبي. يا جميل حبيبي وحشتني يا كابتن. حبيبي يا كابتن عوده ازيك؟ حبيبي يا كابتن حبيبي. انا بص لما كابتن عوده قال لي انا برضو يعني مش عايزك تاخد القرار دوت بالشكل دوت، ما تعملش زي لما عملت يا عوده وخرجت من الداخليه بعد 10 ماتشات، وانا كنت عارف وانت لعبت معاك ماتش واثنين اذا كان في اسكندريه ولا عندك في المقاولين. طبعا كان النتيجه كانت يعني للاسف في ال 10 ماتشات كانت مش جيده جدا، لكن الاداء كان شكله واضح ان هو يعني الناس كلها كانت بتشيد بالاداء بشكل نادي الداخليه. انت عامل موسم كويس قوي يا عوده، خلاص عرفت فرقتك زي ما الكابتن ميدو بيقول، في سبورت كبير جدا من الكابتن باشمهندس محمد عادل، الناس يعني خلاص انت حطيت المقاولين على درجه كويسه جدا في اول الموسم وماشي كويس. زي ما الكابتن ميدو بيقول لك هتقع وهتنفض هدومك وهتقوم تاني، وحصل مع مورينيو وحصل مع جوارديولا وبيحصل مع كل مدربين العالم. مش عايز دي تبقى برضو من الخبرات اللي انا اكتسبتها يا عوده، تبقى اول ما تقول ان الكوره اديت لها ظهرك ان انا خلاص همشي، لا اطلاقا يا عوده. انت مدرب كويس،
وعامل نتائج كويسه جدا بعد خروج اثنين من المدربين الكبار جدا، الكابتن حسن شحاته والكابتن طارق العشري. مسكت المقاولين واشتغلت وعملت نتائج كويسه. ليه انت ما تفكرش في دي وفكرت في انك انت الكره اديت لها اديت لك ظهرها وقالت انها مش هتوفق معاك او خلاص ما بقتش انت هتاخد منها حاجه. انا ارجو عوده لو في يعني مساحه او مجال للعوده، فكر في القرار ده كويس قبل ما تاخد القرار. يعني بلاش نقول يا كابتن محمد ان هو قرار نهائي، يعني ادي نفسك فرصه. والله يا كابتن ميدو معلش انا ربنا خليكم لينا وانتوا ناس محترمه، والكابتن ضياء فعلا كان عامل فرقه محترمه، لعبتوا حوالي 3 ماتشات في فتره اعداد داخليه. بس انت عارف يا كابتن ضياء، انت عارف لما الكره بتقف خلاص. انا القرار ده ما خدتوش بعد الماتش، ما خدتوش تحت ضغوط، ما خدتوش بعد هزيمه، لا انا القرار ده واخده بقالي يومين عمال اصلي استخاره. وفعلا زي ما قلت لحضرتك يعني خلاص ده مصلحه النادي، لان فعلا لو حد جه دلوقتي الفرقه هتبدا تزيد معاه الفتره الجايه، هيبدا ان شاء الله 3 ماتشات وممكن يكسبهم يحسن وضع الفرقه، وان شاء الله تبقى في مصلحتي انا كمان لما الفرقه تتحسن، وان شاء الله للسنه الجديده، لان خلاص ده اخر قرار ليا وبشيل الاحراج مع مجلس الاداره. واظن ان شاء الله الاستقاله اتقبلت، يعني عرفت انها اتقبلت ان شاء الله في مجلس الاداره. والله يا كابتن محمد يعني انت شخصيه محترمه وربنا يكتب لك الخير في اي مكان ان شاء الله، وكل الناس شافت انت عملت ايه، وكل التوفيق ليك، والناس هتحترم قرارك، وانا احترمت قرارك واحترمت رايك طالما انت مصمم وشايف ان ده في مصلحه النادي قبل ما يكون في مصلحتك انت الشخصيه. حبيبي كابتن ميدو اشكرك. كل التوفيق ليك كابتن محمد عوده المدير الفني السابق لنادي المقاولين، شكرا جدا. يعني هو واخد قرار ومصمم، ويعني استشارت حته ان انا مش عارف برفع الحرج على مجلس الاداره. خدت بالك؟